اعمل هيك يا أخي. آه ليش أنا مو أنت؟ والله ما عم بفهم عليك شبك يا ابني. فهمني، أنت متخيل إنه فيفيان رح تطلع موبايلها قدامي؟ شو مجنون أنت؟ شي أنت بتستنى اللحظة المناسبة ماشي، وبتاخد الموبايل وبتمسح الصورة، كتير بسيطة ما فيها شي يعني. أنت مخطط لكل شي من البداية مو هيك؟ قول الحقيقة صح؟ جميل جميل اسمعني جميل، أنت رجل المهمات الصعبة صح؟ أنت شرطي حقيقي. فكر، تخيل إنه فيفيان عدوتنا اثنيناتنا صح؟ تخيل إنك عم تخلص رهينة من الأعداء، وتصرف. مفكر حالك رح تقدر تضحك علي بهذا الحكي؟ مشان الله لا تقول شي بنوب، رح حاول اتصرف. هات يلا هات المفتاح. رح تستناني هون ما هيك؟ لا 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 ما رح ضل هون أنا، ما فيني ضل ناطرك هون بلا ما تشك إذا شافتني. أصلاً لازم أرجع على القهوة فورا. ليك اسمعني منيح، لازم تخليها تمحي الصورة قبل ما ترجع لميز. بترجاك ليك جميل، ساعدني. إيه بترجاك فهمت. ساعدني ساعدني. طيب شوي ساعدني. خلاص فهمت خلاص، ما بيجي منك إلا المشاكل أنت مرتضى. يلا روح. يعني من أين جتنا هي هلأ؟ يعني هي متوحشة، ليش هيك مكبرة راس معك؟ يا أخي غلطت معها بزماني، خلص مشي الحال، لا تزيد علي، مو وقت هذا الحديث هلأ بنوب. اسمع اسمعني، هاي المرة مثل الحية، لازم تنتبه لحركاتها، بتفوت فيك وبتبلش تحكي وتتغزل، وبدون ما تحس على حالك بتلاقي الأمور اتطورت. دير بالك منها. ايه انا عم لك شو شايفني قدامك ولد صغير لتضحك علي؟ هي ما بتعرف اني واحد خاطب رح يتجوز؟ انا بعرفك وبعرفها، لهيك انا عم حذرك. دير بالك وروق شوي يلا. طيب والله فهمت خلص، خليك هادي خلص، اشتلي علينا ما تسمعني صوتك. طيب يلا 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 يا رجل، يلا يا رجل ما تصعب، انا رايح. ايه يسعد لي اوقاتك اختي. انا اجيت، انا جميل. ايه ومن وين طلعت لي انت؟ مرتضى يلي بعتك؟ لا ايه 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 صح صح عفوا، ايه مرتضى قال لي انه الحنفيه عم 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 عم, عم تنقط، فطلب مني اجي اشوفها بركي بعرف يعني شو العطل، مشان ما يتكلف ويجيب حدا مشان يصلحها. ايه بس قل له لمرتضى يبعث لي شيء مشان اكل، مت من الجوع وهو ولا همه. ايه بابا بقول له انك جوعانه. طبعا طبعا معك حق، خليه يجيب لك شيء هو راجع. ايه منيح. ايه انا رح شوف الحنفيه، انت خليكي مرتاحه، انا حدور على قده وبحاول ما اطلع اي صوت يعني. اذا كنتي تعبانه فيكي تنامي، انا بشتغل على مهلي. طيب تمام عن اذنك. وين حاطت العده هذا يا ترى؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.